السلام عليكم. هل من الممكن أن يكون الطبيب مقرئا؟ وإن كان ذلك كذلك، كيف سيوفق بين سماعة الطبيب وبين أذن المقرئ الذي يقرأ الناس القرآن الكريم؟ اليوم في بودكاست آيات نحن على موعد مع الطبيب المقرئ الدكتور عبد الله الجار الله، حياكم الله. حياكم الله دكتور عبد الله، نورتنا في بودكاست آيات. طبيب ومقرئ، هذه خلطة جميلة. كيف يكون طبيب ومقرئ، وهل لك سلف في ذلك دكتور عبد الله؟ ما يتعلق بمسألة الجمع بين العناية بالقرآن الكريم وما والتخصص الطبي، هي في الحقيقة لو أردنا أن نقول محض توفيق من الله عز وجل. إن كان هناك من أسباب، ففي رأيي أن من أهم هذه الأسباب هو الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. فأنا أذكر في بداياتي لما كنت صغيرا في المرحلة المتوسطة، ثم بعد ذلك لما كنت في مرحلة الثانوية وتخرجت، كنت أستعين بقضاء أو بتحقيق طموحاتي التي لم تحصل بعد، أستعين عليها بالدعاء لله عز وجل. مثلا كنت في مرحلة متوسط أذكر أقول: اللهم اجعل القرآن سهلا على لساني كالماء البارد على الظمأ. أنا لا أدري ما هو الرابط، لكن لعل الرابط هو أن الظمآن حينما يشرب الماء البارد فهو يستمتع ويريد المزيد من الماء البارد وهو في تلك الحالة. وهكذا كنت أريد أن تكون حالي مع القرآن حال البهجة والفرحة التي هي في الحقيقة تحصل لحافظ وقارئ القرآن الكريم. لما كنت طالب في مرحلة ثانوية أذكر، ولا زال موجود عندي بعض الكتب، كنت أكتب فيها قبل بداية كل درس: اللهم وفقني في دراستي، ووفقني لأكون طبيبا ينفع الإسلام والمسلمين. يا سلام، هذه الثانوي. في الثانوي، وعندي هذه كتابات قبل كل درس كنت أكتبها، وهكذا في أيام الاختبارات. فهذا الدعاء الذي كان في كل الأحوال وعلى كل حال بلا كلل ولا ملل، لا شك أنه هو المصدر الأول لهذا التوفيق الذي حصل بين الجمع القرآن بين الجمع بين التخصص القرآني والتخصص الطبي. ثم إذا كان هناك سبب آخر، فإني أرى أن الإنسان يجب أن يكون صاحب همة وصاحب طموح. كنا في بداياتنا الأولى كذلك في مرحلة الثانوي، ثم بعد ذلك لما حصل التوفيق من الله تعالى والتحقق بكلية الطب، كنت أقول أن أريد أن أكون أكثر واحد متخصص في الدراسات القرآنية. طبعا أنا أقول هذه، أتحدث بهذه الأمنية وأنا طالب في السنة الأولى من كلية الطب، فأنا طالب في كلية الطب وفي السنة الأولى، وأريد أن أنافس المتخصصين في تخصصهم في الكليات الشرعية. كيف حصل هذا؟ شعور من الداخل ورغبة وطموح يليق بكتاب الله تعالى. فكنت دائما أحدث نفسي بهذه الرغبة، أن أكون متخصص أكثر من المتخصصين في مجال القراءات وعلومها. وأنا في الحقيقة كنت دائما أقول للأصدقاء وللطلاب، يعني رأيتها يمكن أن تكون أصل أو قاعدة، أن إنجازك وإبداعاتك وتفوقك هو بقدر طموحك وهمتك. انظر أين ينتهي بصرك، إذا كان ينتهي بين قدميك فطموحاتك وهمتك ستكون في هذا المكان، وإن كان طموحك وهمتك لا تنتهي إلا عند مدى البصر وهو ينظر إلى الشمس أو إلى القمر أو إلى النجوم، فاعلم أن إبداعاتك وإنجازاتك ستكون هناك. ورأينا ذلك رأي العين.
إذا أردنا أن ننظر إلى سلف لنا في هذه الهمة وهذا الطموح، فنحن تذكر كتب السير عن اجتماع الأكابر من الصحابة ومن السلف، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، اجتمعوا عند الكعبة ذات يوم، فقال مصعب بن الزبير: كل واحد منا يذكر أمنيته، فقالوا: بك نبدأ. قال: أما أنا فأتمنى أن أنال ولاية العراق، فنال ذلك. وقال عروة: وأما أنا فأتمنى أن أنال الفقه وعلم الحديث، فنال ذلك. وعبد الملك بن مروان قال: أتمنى أن أنال الخلافة، فنال ذلك. ثم كانت أمنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: أتمنى، أما أنا فإني أتمنى الجنة. فلما ننظر في سير هؤلاء نجد أن كل منهم قد تمنى شيئا كبيرا عند الله وشيئا كبيرا عند الناس. وبقدر ما رأينا من سيرهم وما كان منهم حصلوا هذه الطموحات. فالهمة والطموح الكبير بفضل الله عز وجل كان سببا لهذا الجمع والتوفيق. ثم بعد ذلك في رأيي أن يكون لدى كل من يسعى إلى أن يجمع بين هذه العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية أن يمشي على منهجية التأصيل، المنهجية العتيقة، أن يكون هناك منهج واضح يمشي عليه. وقد وضع لنا العلماء هذه المنهجية وذكروها في كتبهم كابن عبد البر وبدر الدين بن جماعة والخطيب البغدادي، ألفوا مؤلفات في المنهجية التي يجب أن تتبع في هذا المجال. وفي كلمة جميلة دائما نرويها وننشرها حتى لابن عبد البر في كتابه جامع العلم، قال: وطلب العلم على مراتب ومناقل، يعني مرتبة مرتبة ومناقل، يعني تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. قال: ولا وعلى هذا كان السلف، وعلى هذا كان السلف، فمن ترك طريقهم عامدا فقد ضل، ومن ترك طريقهم جاهلا فقد زل. فالمنهجية العتيقة هي التي تضمن هذا التوفيق بهذه المرتبة العالية من عدم تداخل المهام والصلاحيات. فبعد ذلك يكون ما يوصينا به كل من عرفنا من الأساتذة والكبار والمشايخ سواء في المجال الطبي أو في المجال القرآني، وهو الصبر في هذا الطريق. فكما قال يحيى بن كثير فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: لا ينال العلم براحة الجسد. جميل. طيب دكتور، أبي أرجع شوية وأسألك عن ولادة الشاب عبد الله الجار الله، أين ولد ومتى ولد؟ وحدثني عن نشأتك التي نشأت عليها. ولدت في مدينة الرياض عام 1389. تربيت ونشأت وترعرعت في حي غميتة، أو في منطقة اسمها غميتة، حي المرقب في الرياض. درست المرحلة الابتدائية في تلك المنطقة، والتحقت بحلقة المسجد المجاور، كنا نسميه مسجد السحيباني. بعد ذلك انتقلنا إلى حي الملز، حيث انتقلت مع هذا الانتقال الدراسة، فدرست المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في متوسطة ابن هشام، ثم في ثانوية الفاروق. درست أو أكملت حفظ القرآن الكريم في مسجد الأمير متعب في حي الملز. تخرجت من هذا من هذه الحلقات، حلقة مسجد السحيباني، وكان فيها يدرسنا أستاذنا الجليل يرحمه الله محمد قارئ نور. ثم أكملت الحفظ في مسجد الأمير متعب، وكان يدرسنا فيها شيخنا رحمه الله أحمد جبريل السيسي. فأتممت المرحلة الثانوية وأتممت حفظ القرآن في حي الملز
في ثانوية الفاروق سواء من جهة الدراسة أو من جهة الحفظ في مسجد الأمير متعب في الملز. جميل. ما هو الدافع شيخ اللي جعلك يعني تحفظ القرآن؟ هل الأسرة لها دور أو ثمتها أمر جعلك تتحمس وتتشجع لحفظ القرآن؟ في الحقيقة أن مشروع حفظ القرآن الكريم كان من المشاريع الرئيسة عندنا في البيت. فالوالد رحمه الله كان لا يرى قيمة الابن إلا في حفظه القرآن الكريم، وكان يقول إذا ما حفظت القرآن فأنت لست ابني، وأحفظ القرآن ستكون تاج راسي وستكون محل عنايتي وستكون حبي الأول. فكان يقول هذا ويفعل. فرحمه الله كان سجلنا في المسجد، حلقة المسجد، وكان يأتي معنا كل يوم يأخذنا إلى الحلقة ولا يخرج حتى يشعرنا أنه قريب. كان يجلس معنا يقرأ، قريبا نراه وهو يقرأ في المصحف ونحن نحفظ في الحلقة. فكان الدعم الأسري والعائلي هو السبب الأول والرئيس لتوجهنا في طريق حفظ القرآن الكريم بعد ذلك. ولهذا أنا أتممت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن 10 أو 11 لما بدأت في أولى المتوسط، كنت قد أتممت حفظ القرآن الكريم. فكانت بيئة البيت بيئة مشجعة وبيئة مساعدة على إتمام هذا المشروع، مشروع حفظ القرآن الكريم. يا سلام. شيخكم محمد نور؟ الشيخ محمد قارئ نور هو من باكستان، كان يدرسنا في الحلقة وكان شديد العناية والرعاية، كثير الرحمة، صديق العائلة، كان يأتينا في البيت. والوالد كان يكرم أساتذتنا في القرآن إكرام كبير ويجله ويعمل، في الحقيقة تستطيع أن تقول كان يعاملهم كمعاملة الخادم لهم كله، إجلالا لما يحملون في صدورهم من القرآن وإجلالا للمهمة التي هم قائمين عليها، تعليم القرآن، ثم أيضا تحقيقا لمصلحة ابنه وأبنائه حتى يكون له يكون في مزيد من العناية والرعاية. الشيخ محمد قارئ نور جلس كل عمره قضى في المملكة، كانت كما تعلمون المملكة العربية السعودية هي موطن الكرم والتكريم والإجلال والاحترام لكل من يفد عليها، سواء للعمل في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم أو في الأعمال الأخرى. فكل من يأتي إليها لا يريد أن يرحل عنها، مكث فيها حتى توفي. والتقيته بعد ما انتهيت من رحلتي مع القرآن، وكان شيخا كبيرا ويزورنا ويسلم عليه. التقيته في الرياض؟ في الرياض، نعم. وكانت كان هو طبعا هو يدرس وأبنائه كلهم خرجوا حفظوا مدرسين، أسرة مباركة، لا زال أبنائه موجودين في الرياض يدرسون في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. يحضرك شيء من المواقف اللي دارت بينك وبين أستاذك، مواقف طريفة أو مواقف في التربية وفي التعليم، حتى لو في ضرب ترى عادي؟ هو هذا هو في موقف حصل من المواقف الكثيرة. تعرف الأستاذ يعاملك كمعاملة الوالد، فيفرح بنجاحاتك ويقوم على توجيهك وإرشادك، وفي نفس الوقت إذا احتاج الأمر إلى أن يتعامل معك موقف الشدة والحزم وربما الضرب، كان يقوم بهذا الدور. ونحن في سن لا نفهم هذه الروح وهذه المنهجية. فذات يوم أخطأت، فشيخنا الله يرحمه مد يده فضربني على وجهي، أخذني الغضب، فقمت من مكاني وكانت الضربة قوية، ونسيت في الحقيقة أدب المجلس وأدب القرآن وأدب الشيخ. فوقفت أمام الشيخ ورفضت، أغلقت الحلقة عليه وأنا مليان غضب. هو يستطيع أن يعطيني كف ثاني وينهي الموضوع، لكن أدرك أنه الآن هو يعمل بروح الأبوة وأن كالإبل، فتركني
وأنا وهو يريد أن ينظر للحلقة أنا أغطي عليه، ما أملك إلا هذا، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك حتى أظهر له اعتراضي على هذا الإجراء. ونحن في هذا في هذه الحال، والدي لم يكن موجود في الحقيقة ذاك اليوم، فلعله دخل، أنا فعلت هذه لأن والدي غير موجود، فدخل علينا فجأة وكان معه مفتاح المسجد، فنظر وجد يعني عبد الله واقف وكيف، فبدأ يقترب بي يعني، فأخبروني أولاد والدك أبوك جاء أبوك جاء، أنا هربت فجلس يلحقني في المسجد، حتى طبعا بعدها جاء الأستاذ وقال اعتذر منه، والأستاذ يقول لا هذا أنا، قال أبدا، وعاقبني في البيت، ويعني أخذنا العقوبة مرتين من الأستاذ ومن الوالد، وقال للوالد وقال للأستاذ عبد الله اعتذر منك، وجابني واعتذرت للأستاذ. فكانت يعني هذه من المواقف التي حصلت، وهي كلها تمشي في اتجاه التربية والتعليم، والحمد لله تعبوا علينا ولا نجازيهم. والله شيخنا محمد قارن أنا أدعو له يوميا بالاسم، وكل من أفدت منه أذكره باسمه في دعاء، سواء في صلاة الوتر أو في أي دعاء في يوم الجمعة بأسمائهم، لأن هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الكبار. طيب تبقى جرك شيخ، حدثني عن الإذاعة المدرسية، هل كان لك حضور في الإذاعة وقراءة قرآن أو شيء؟ طبعا الإذاعة المدرسية كنت في الابتدائي، أنا معي مفتاح الإذاعة، يا سلام فمكلف فيها، كنت أنا يعني في أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي نعم، وكنت ألبس غترة بيضة كبير يعني من صدرك، من صدر في مدرسة اسمها مدرسة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فكان المدرسة أعطتني المفتاح وأنا صغير، وكنت أصلي الفجر وفورا للمدرسة، وأنا في تلك السن كنت أديرها بكل يعني جدارة، يا سلام. فأنا أقرأ أبحث عن الزملاء الذين عندهم يعني مهارة إذاعية، سواء قراءة قرآن أو قدرة على السؤالي في الحديث البسيط. وكنا طبعا كنت أنا في ثاني ابتدائي، فكان في ناس في سادس ابتدائي كبار هذولا، أذكر واحد منهم الله يرحمه توفي، كان عنده قدرة تقليد الأصوات، فأنا وأنا صغير يعني روح سلم عليه يقول تشارك معنا في الإذاعة، وكان يعني مشاغب وكذا، قال شو أنت وشو، قلت إحنا في الإذاعة عندنا كذا، فانشرح نفسه صار كل يوم يأتي يقدم فقرة ترفيهية تقليد الأصوات، فبدأت الإذاعة يصير لها يعني، هو انبسط أنك عرفت كيف تحتوي نعم وتحطه في المكان اللائق به، الملائكة كان لائق وإحنا عطينا فرصة، صار هو وجد طبعا، وسبحان الله تعدلت حتى يعني نظرته لي، كان هو ينظر نظرة مشاغبة، وتعرف في هذا السن وكثير الحركة وكثير، لما وجد الاحترام والتقدير بعد الفقرات الإذاعية وجد أن عرف أنه ممكن يكون له دور في على مستوى المدرسة، فبدأ يترتب، ولعله حتى استطاع أن حتى على مستوى الدراسة أن ينجح. فكانت الإذاعة من المهارات اللي أفدت منها في بداية حياتي. وكذلك الحالة في المتوسط والثانوي؟ نعم، وبل بالجامعة. الجامعة؟ نعم، كنا يعني انتقلت هي كما تعلم يعني تنمو. إذا أنت راعيتها واعتنيت بها مهارة تنمو، فكنا نهتم بهذا الجانب، جانب الخطابي والجانب الإذاعي والجانب النشاطي وجانب الريادة وجانب الأفكار وجانب أن تكون صاحب مبادرة، يا سلام. وطبعا النظام المدرسي يعطيك فرصة، نظام على مستوى المدرسة يعطيك فرصة لما يرى عندك الاستعداد، يا سلام. طيب دكتور، فكرة الطب وتخصص الطب هذه جات في المتوسط ولا في الثانوي؟ هل هناك يعني الأسرة هي اللي كان لها أثر أو أحد طلب منك، أو أنت ليش اخترت الطب؟ والله نحن في أسرتنا جميع أخوان يعني جميع أفراد الأسرة هم في الحقيقة متخصصون في الدراسات الشرعية، أنا ربما الوحيد الذي خرج عن هذا الاتجاه،
وأنا لا أدري ما هو السبب، لكني كما ذكرت لك في البداية أنا كنت أدعو الله أن يجعلني طبيب، أن يوفقني للدراسة ويجعلني طبيب أنفع الإسلام والمسلمين. لا أدري من أين جاءت هذه النظرة. ولهذا كان الوالد رحمه الله لجميع أخواني هو الذي يسجلهم، يأخذ الملف من المرحلة الابتدائية يسجلهم في المعاهد الشرعية. أنا تجرأت على هذا النظام فذهبت إلى الابتدائي وأخذت ملفي وذهبت إلى المتوسط. أنت لوحدك؟ أنا لوحدي من نفسي. فالوالد يريد أن يذهب حتى نكمل للمعهد، فوجد الموضوع حسم. طبعا هو بإمكانه يأخذ الملف، لكنه بلسابة والآخر بارك خطوتي وقال الله يوفقك. فبعدها لما دخلنا في مجال المرحلة المتوسطة كان في فرصة تعرف العلوم والرياضيات حتى وكنت في الحقيقة يعني مجتهد. صحيح أنا لست يعني مثل ما يقولون دافورا لكني مجتهد، أذاكر وأكتب وأحل وأبني علاقة جيدة مع الأساتذة، فالأساتذة يعطونك عناية أكثر. كانت في المتوسط. في الثانوي نأخذ طبعا الأساتذة ينمون فيك الطموح والهمة لما يجدون عندك الاستعداد. طبعا بدأت تنمو مسألة الطب، ثم لما حصل ما حصل من الاستعانة بالله تعالى، أنا أؤكد على هذا وكل من يسمعني أن الإنسان ضعيف بنفسه في كل مشاريعه في كل حركاته في نومي وفي يقظتي، أن يستعين بالله استعانة ليس لها حد وليس لها وقت، وأن يجعلها هذه الاستعانة مشروع دائم، لأنك كما قال تحتاجه في كل شيء حتى في شسع نعلك، فإنك لو لم تطلب من التيسير لما تيسر في الحديث. ولهذا مسألة القبول في كلية الطب صار قبول ميسر مسهل من أحسن ما يكون. ثم بعد ذلك الدراسة نفسها، ثم بعد ذلك ما حصل من حتى في الدراسات العليا وما بعدها. سنة كم دخلت الطب جامعة الملك سعود؟ عام 1467 درست، كنت من دفعة 1406 درسنا، تخرجنا عام 1415 من كلية الطب. بعد ذلك دخلت في تعين طبيب في مستشفى شميسي في الرياض، طبيب اخترت تخصص الأنف والأذن والحنجرة. في الحقيقة لم أكن أريد هذا التخصص، وإنما كنت أريد تخصص طب الأسرة، لكن لم يكن في شميسي هذا التخصص، فكان أقرب شيء تخصص الأنف والأذن والحنجرة. جلست فيه سنة، ثم بعد ذلك حصلت فرصة التخصص في طب الأسرة. طيب شيخ، أنت في أثناء دراستك للطب في 7 سنوات تقريبا، القرآن في هذه الفترة كنت في حلقة تراجع تقرأ على أحد؟ ما يتعلق بالقرآن الكريم كان هناك أصل جعلته دائما أمامي، وهو أن المرتبة الأولى دائما تكون للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك تأتي المسؤوليات والمهام والرغبات والمشاريع والالتزامات، فلا يمكن التفريط بهذه المرتبة. يجب أن يكون القرآن الكريم هو المقدم في كل الأحوال، وإذا ما اعترض دراسة أو حتى اختبار مع القرآن الكريم فالنظام يطبق فورا فيسقط الاختيار الثاني ويبقى القرآن هو المقدم. فتجد أني أمشي في اتجاه إنجاز ما يتعلق بالقرآن الكريم. فأنا في المرحلة المتوسطة والثانوي ومرحلة الجامعية كانت علاقتي مع القرآن الكريم علاقة مستمرة لم تنقطع ولا لحظة واحدة، والحمد لله. فهذا كله بفضل الله عز وجل. وأنا أريد أن أؤكد أن حديثنا في هذه المجالس المباركة مجالس آيات هو ليس حديثا عن النفس
أولا جاء بعد إلحاح وإقناع، ثم رأيت أن حديثي ربما يكون فيه ذكر لتجربة أو لفكرة أو لأحوال ربما ينتفع بها من يستمع إليها، فأنا أتحدث إليكم بهذه النية وبهذا الاعتبار. طيب يا شيخ، أثناء وجودك في الجامعة جامعة الملك سعود، هل كان هناك مسابقات للقرآن الكريم مثلا؟ شاركت في بعض المسابقات؟ طبعا كان في مسابقات على مستوى الجامعة كنا نشارك فيها ونحصل فيها يعني التفوق والفوز. وكانت المسابقة الكبرى التي مثلت فيها الجامعة على مستوى المملكة، كان هناك مسابقة تسمى المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم. هذه المسابقة هي عبارة عن ورشة يؤهل فيها المتسابقون للمسابقة الدولية التي كانت تسمى ولا زالت مسابقة الملك عبد العزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم. المسابقة المحلية الآن تسمى مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم حفظه الله. فدخلت هذه المسابقة ممثلا للجامعة، كانت في مكة، وكان معنا مجموعة من الزملاء الآن الموجودين في الساحة القرآنية، ثم حصلت المركز الأول فيها. فكنت مرشح المملكة في المسابقة الدولية، دخلت المسابقة الدولية أيضا في الفرع الأول. الفرع الأول هو حفظ القرآن الكريم مع التفسير، وبتوفيق الله حصل أيضا وفزت على مستوى المسابقة الدولية. فهذه من المسابقات التي مثلت فيها الجامعة، وكانت محل حفاوة وترحيب الجامعة في وقتها معالي الدكتور أحمد الضبيع الله يذكره بالخير، والدكتور منصور السعيد كان عميد شؤون الطلاب فرح بها، والدكتور منصور النزع عميد كلية الطب. فكان في مسابقات وكان في فعاليات، وأنا كنت ممن يشارك بكثافة في هذه المسابقات، لأني رأيت أن هذه المسابقات هي فرصة لتثبيت الحفظ والضبط والإتقان، وتعطيك فرصة دائما أيضا لتكون أكثر تعرضا للمناسبات وما يتعلق بالجمهور. فأنت لما تخرج وتقرأ أمام الناس وتريد أن تحقق مركز أو تريد أن تخرج بأعلى ما يمكن من ضبط القراءة وإتقانها، هذا يعطيك دائما قوة في مشروعك القرآني. أصبحت طبيب الأسرة مدة في الرياض لمدة كم سنة؟ أنا طبعا تخرجت من الكلية ثم توظفت في مستشفى الشميسي لمدة سنة، ثم دخلت برنامج الزمالة والدراسات العليا في طب الأسرة، ثم انتقلت من الشميسي للمستشفى العسكري في الرياض وأنا في البرنامج برنامج الزمالة والدراسات العليا. أخذت هذا البرنامج في منطقة المدينة المنورة لأن مشروع القرآني هناك، فأنا كنت أبحث عن دراسات العليا في طب الأسرة، لكن بشرط كما اتفقنا أولا أن تكون هذه المشاريع تخدم المشروع الأول وهو القرآن الكريم. وجدت كان لي رحلة في المدينة لعلكم فرصة نتكلم عنها، الرحلة المدنية في تحصيل القراءات القرآنية لا تكون إلا أن يحصل المشروع تجلس في المدينة لمدة 4 سنوات. هذا فكرة كانت، وقدر الله عز وجل أن يحقق هذه الفكرة وأن يستجيب هذه الدعوة، وحصل في برنامج زمالة في المدينة، ويعتبر من أقوى البرامج في وقتها ولا زال، فبتعثت إلى هذا البرنامج ودرست الدراسات العليا في الطب، وبنفس الوقت كنت أقرأ على شيخنا الكبار في قراءات القرآنية. أخذت في هذا البرنامج 4 سنوات، تخرجت بالزمالة السعودية في طب الأسرة وبالزمالة العربية في طب الأسرة، لأن اختبرنا هنا واختبرنا هنا. سنة كم دخلت المدينة؟ المدينة دخلتها منذ كنت طالب في ثالث متوسط، وأنا أذهب إليها في كل فرصة وكل مناسبة. بعد ذلك في مرحلة الثانوي، ثم إلى أن أصبحت المدينة مشروع حياة. فأنا إذا عطلت من الدراسة، حصلت العطلة سواء عطلة ربيع أو عطلة صيفية، أسافر في نفس اليوم.
في نفس اليوم خلص اختبار أذهب للمدينة. بعدما تخرجت من الكلية ثم حصل برنامج الزمالة انتقلت انتقال كامل إلى المدينة عام 1417. من أشار عليك دكتور أنك تقرأ على الأشياخ الشيوخ الإقراء في المدينة؟ هل كنت تعرفهم؟ أحد قال لك في فلان موجود فلان؟ مشروع القراءة والرحلة في تحصيل علم القرآن الكريم كان بدأ في الرياض أولا، وتواصلت مع المشايخ المشهورين بالإقراء في الرياض وكانوا معدودين، بل ربما كان يعني لا يتجاوزون واحد أو اثنين، ولم يكن هناك حركة إقرائية أصلا، فحتى هؤلاء الواحد والاثنين ما لم يكن عليهم ازدحام، لأن الرياض لم تكن تعرف هذه النغمة المباركة في القراءة والإقراء. فطلبت من أحدهم وهو شيخنا الجليل ولا أزال أدعو له وأثني عليه، طلبت منه أن أقرأ عليه، فسألني مجموعة من الأسئلة. كنت أنا في ثالثة متوسط. من هو الشيخ؟ شيخنا إبراهيم بن سعيد الدوسري، أستاذ الدكتور المقرئ الكبير، الأستاذ الدكتور إبراهيم سعيد الدوسري. فقلت له أريد أقرأ عليك، فسألني هل تحفظ متن جزرية، هل تحفظ متن، فرأيت فيه، قلت له أنا لا أعرف الجزرية ولا أعرف إلا القرآن. قلت له أنا حافظ القرآن حفظ قوي وأستطيع أن أقرأ عليك كل يوم جزء. فاعتذر لانشغاله، فقلت له أريد منك أن تعطيني رقم الشيخ إبراهيم الأخضر، هل عندك رقم الشيخ إبراهيم؟ قال نعم، وهذا دليل على ما يحملون هؤلاء الكبار من سلامة الصدور. اعتذر مني، وكنت أنا ربما أسأت في الحديث، قلت له كيف وأنا أريد أقرأ، ومع ذلك لم ينهي الكلام معي، بل انتظرني حتى انتهيت من كلامي، ثم بعد ذلك سألته عن رقم الشيخ الأخضر فأعطاني بكل سرور. فتعلمت من هذا الموقف أنه كيف أن الإنسان ممكن يكون سبب في خير كثير بمبادرة بسيطة رقم تلفون، وتعلمت منه كيف أن هذا الشيخ الجليل صاحب القرآن يحمل في قلبه السلامة ولم يقدم حظ نفسه وغضبه على مصلحة من يسأله عن رقم لأحد العلماء حتى يستفيد منه. بعد ذلك كانت رحلتي للمدينة. مع من أول من التقيت في المدينة؟ طبعا أنا أول أستاذ وشيخ ومربي ووالد لنا في هذا الطريق، طريق علم وتحصيل علم القرآن الكريم، هو شيخنا الكبير شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ إبراهيم ابن الأخضر بن علي القيم حفظه الله. أنا طبعا الشيخ إبراهيم اتصلت عليه وقلت له أنا ابنكم عبد الله جار الله من الرياض أريد أقرأ عليك. قال لي، وكان صاحب طرفة كما يعلم الجميع، قال والله أنا الحمد لله ما بالله العافية، يمكن أنت غلطان يا ولدي. قلت له لا أنا أبغى أقرأ عليك. قال والله أنت مصر بس أنا ما عندي. قلت له أنا أبغى أتعلم عليك القرآن. قال لي قل أتعلم. يا سلام يا سلام. فتعلمنا من حتى كيف نتكلم، وفي الحقيقة فاجأني برده، قال تحصل البركة. فذهلت وأنا صغير، قلت له متى أجيك؟ حتى يعني طريقتي في الأسئلة وفي، قال على التيسير. أنا ما صدقت خبر، على طول رتبت أمري وسافرت إلى المدينة، وجيت في مكان الآن تم إزالته ودخل ضمن الحرم، فدخلت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنت مين؟ قلت أنا عبد الله جار الله. قال أنت متأكد؟ قلت نعم. كيف؟ أنت قلت لي كذا قلت لي كذا. وكان يعتقد أني طالب في الجامعة. وقد كنت ثانوي. وكبير إيه. وتفاجأ بشكلي يعني ما هو. قال على كل حال حياك الله.
فما ردني ولا امتنع مني ولا اعتذر عني. يا سلام. فكانت هذه هي الشرارة التي ادخلتني في انوار هذا الطريق. بدأت بالقراءة عليه وأنا لم أقرأ على أحد من قبله، هو أول أستاذ لي. تخيل أنا جاي من منطقة لا شيء إلى جبل يعتبر أكبر شخصية أدائية أنا أرى أنها في كمشاهد له كل المشايخ على الأقل في المملكة العربية السعودية في ذاك الوقت. وكان في عز تألقه وإمامته للمسجد الشريف ومشيخته للمسجد الشريف، ومع ذلك يأتي هذا الشاب الصغير اللي ما عرف يقرأ ويضمه إلى صدره ويعتني به ويسبغ عليه الرحمة والعطف، حتى كما قال الحكيم العربي: غدوت على آل المهلب شاتيا فقيرا ما أدري إيش قال، بعدين قال: فلم يزل إحسانهم وإلطافهم بي حتى حسبتهم أهلي. الله. هذا هو شيخ الأخضر، لم يزل إحسانه وإلطافه وعنايته وبره حتى صار من أخص الأهل، بل ما حصل بعد ذلك من قراءة ابني عليه وابنتي ابني محمد وابنتي نورة، وصار الشيخ الأخضر جزء من الأسرة، الأم الله يرحمها والوالدي وإخواني وإخواتي وأحفادنا كلهم يعرفون تفاصيل الشيخ إبراهيم الأخضر، وذلك لما أسبغ به علينا من هذا الفضل الذي لا ننساه في بداية هذه الرحلة المباركة. الحمد لله. وفي ظرف كم ختمت؟ أول ما بدأت قرأت عليه ختمة برواية حفص، أخذنا في هذه الختمة 8 سنين، ختمة لا تنسى، كنت لا أنقطع فيها عن الشيخ، أرحل إليه من الرياض، أتي في الربيع وفي الصيف وأجلس يقرئني في الصباح من الساعة 9 إلى الساعة 12، لم يكن هناك طالب غيري يقع عليه، وفي المساء في الصباح من 9 إلى 12 في بيته، وفي المساء نقرأ من الساعة 5 إلى أذان المغرب في المسجد النبوي الشريف. كنا في الصف الثالث تقريبا، لم يكن هناك ازدحام ولم يكن هناك كثرة في زوار المسجد، فكنا نأتي الساعة 5 تلقى الصف الأول فاضي، فنجلس في منطقة قريبة من المحراب ونقرأ إلى أن تقام الصلاة، لأن الشيخ كان يذهب ويصلي بالناس صلاة المغرب 8 سنوات. ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية من قراءة على الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله، وهي مرحلة قراءة أو عرض القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، هذا مشروع كبير، وكان بعد انتقالي إلى المدينة حيث بدأت في القراءة عليه. كنا نقرأ في البيت ونقرأ في المسجد ونقرأ في كل المواقع، واستغرقت هذه الرحلة في القراءات 9 سنوات. ما شاء الله. ولهذا أخذنا عن الشيخ كل ما يمكن أن يؤخذ في هذا الحلم الشريف، ولازلنا نغترف من بحار علمه ومن سابغ فضله ومن مجالسه الملأة بالفرائد واللطائف. الحمد لله. هل كنت تقرأ على أحد غيره في نفس تلك الفترة؟ نعم، بعدما الشيخ إبراهيم أنا جلست مع الشيخ إبراهيم حتى بلغت مبلغ القوة في القراءة والأداء القرآني، ثم بعد ذلك بدأت مشروعا آخر في القراءة على شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، حيث طلبت منه القراءة عليه، أن أقرأ عليه برواية حفص، فوافق، قال: لكن لن تقرأ يوميا إلا ربع حزب، لأن ليس عندي وقت. قلت له: لو آية فإني أرضى بذلك. بدأت بالقراءة عليه حتى ختمت، وكانت ربما الفترة 6 سنوات 7 سنوات، ثم أكملت على الشيخ علي طبعا القراءات،
قراءة السرد من طريق الشاطبية، كنت كل واحدة ختمة مستقلة، وقراءة الثلاث من طريق الدرة. في نفس الوقت طبعا قرأت على شيخنا المعمر رحمه الله الشيخ أحمد عبد العزيز زيات في المدينة المنورة عام 1409 و1410، وقرأت أيضا بعد ذلك بسنوات على شيخنا الشيخ عبد الحكيم خاطر رحمه الله. بس قبل أن نأتي للشيخ عبد الحكيم، نبغى الشيخ أحمد الزيات، حدثني عن الشيخ الزيات، لقاءاتك معه، ماذا تعلمت من الشيخ الزيات من القضايا التربوية والأداب وما إلى ذلك؟ الشيخ أحمد عبد العزيز زيات أجمع كل الناس على صلاحه وعلى تقواه، حتى قالوا اثنان لا يدعوان عليك لا جدا ولا هزلا، أحمد الزيات وعبد الفتاح القاضي. أحمد الزيات كان شيخنا الحذيف يقول هذا رجل صالح، كان يقرئ بلا حساب وبلا مقابل الليل والنهار، ولهذا صار ملتقى الأسانيد، لا يوجد أحد من القراء والمقرئين الكبار الأحياء الآن إلا وهو تلميذ الزيات أو تلميذ لتلاميذه. أحمد الزيات كان كتلة من النور، إذا دخلت عليه في مجلس الإقراء لا ترى إلا نور، في نور. كان يعرف بأنه مثال للأمانة على القرآن العظيم، ومثال الأمانة على العلم. ولهذا يروي أبو عبد الرحمن الظاهري قصته في زيارة الشيخ الزيات، قال زرته ورأى ووصفه بأوصاف فيها مهابة وجلال وأنوار القرآن الكريم، ثم قال طلبت منه الإجازة، فاعتذر بأدب ثم أعاد عليه مرة بعد مرة، فلما رأى إلحاحي قال له بالصوت العالي: يا ابن ذا العلم أمانة، يا ابن ذا العلم أمانة. فلم يخضع لوجاهة الأديب الله يطول بعمره، ولا بمكانته ولا بإلحاحه. الشيخ الزيات عمر كثيرا وأقرأ في المدينة إلى عام 1421، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر فجلس فيها 22، وتوفي عام 22-23. العجيب أنه في أيامه الأخيرة أصبح يعني في أيامه الأخيرة كان متعب، وكان لا يمل ولا يستغني عن سماع القرآن الكريم. زرته في بيته عام 1422 في مصر، وفي عند ابنه محمد، ووجدت أنه يقرأ، فقلت لأهل البيت لعلكم تجعلوا الشيخ يرتاح الآن هذا العمر، وكان عمره فوق 100. قالوا منعنا عنه الإقراء لفترة، فبدأ يتكلم ويرفع، ولا لأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن، فهو يريد أن يسمع. فلما سمحنا بالقراءة رجع إلى حالته وإلى أحواله التي كان عليها. الشيخ قرأت عليه أنا ختمة 1419، ثم قرأت عليه ختمة عام 1422. كان مستحضر لكل تفاصيل النص القرآني، بل حتى ما يتعلق بالدقائق من الهمس ومن القلقلة ومن الصفات ومن المخارج. فنرى أنه ممن اصطفاهم الله تعالى لخدمة القرآن الكريم، ولا أدل على هذا الاصطفاء من اجتماع الناس عليه وانتهاء الأسانيد إليه رحمه الله. ثم قرأت على الشيخ عبد الحكيم خاطر، ختمتين برواية حفص، ثم بعد ذلك بالقراءة العشر، ثم كانت القراءة على الشيخ الكبير الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي حفظه الله، حيث قرأت عليه القراءات العشر أيضا. ثم كانت رحلة للشام، قرأت فيها على المشايخ الكبار هناك، شيخنا الجليل أبو الحسن الكردي رحمه الله قرأت عليه ختمتين. وكان الشيخ أبو الحسن الكردي من المشايخ الذين تفرغوا للإقراء، فلم يخلطوا الإقراء إلا بدروس
مثلا في الفقه الشافعي كان له درس في الفقه، لكنه أفنى عمره في الإقراء، وكان يقول لي لما طلبت منه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، لم يكن هذا الشيخ عنده أدب عجيب مع القرآن، لم يكن يرفض أن يقرأ، لا يقول لك لا ولا يعتذر، وإنما يصف لك الحال حتى أنت يقول والله يا بني الجدول كلهم الآن بالطلاب والصباح وبعد العصر، وكنا نقرأ لما كنا في الصح والشباب كنا نقرأ 16 ساعة في اليوم، وألين تقول خلاص أجل تشفق عليه تشفق عليه. لكنه لما حصل وتشرفت بموافقته قرأت عليه ختمتين، ختمة برواية أو بقراءة عاصم، وختمة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، كانت طبعا قراءتي على الشيخ بكر الطرابيشي رحمه الله، ثم قراءتي التي نعتز بها على الشيخ شيخ القراء في بلاد الشام الشيخ كريم راجح، والذي لا ننسى فضله ومعروفه، وكان يكرمنا بالاستضافات وكان يكرمنا بالعلم وبالعطاءات، وكان يعطينا الفرصة في الصباح وفي المساء، فكان يكرم كل من يبحث عن العلم. والشيخ كريم راجح يوصف بأنه خطيب الشام، وكانوا يقولون علمه يعني علمه كثير وكبير. أيضا قرأت على، ثم ختمت طبعا قرأنا على الشيخ المغرب الشيخنا الشيخ السحابي، ولم أكمل على الشيخ أبو عبد الله منير الصفاقسي. ختمت هذه المسيرة بالقراءة على شيخنا العلامة المحقق الشيخ محمد تميم الزعبي بالقراءات العشر من طريق طيبة النشر. جميل جميل، الله يفتح عليك يا دكتور عبد الله. قرأت على شيوخ الإقراء في المملكة العربية السعودية، وشيوخ الإقراء في مصر، وشيوخ الإقراء في الشام والمغرب، هل تستطيع تعطيني فروقات بين يعني طرائق الإقراء عند هذه المدارس صحة العبارة؟ إذا كنا نتحدث عن مسمى مدرسة، فنقول مثلا المدرسة المغربية والمدرسة الشامية والمدرسة المصرية والمدرسة السعودية، يجب أن لا تكون هناك فروقات، لأن المشيخة في النهاية خصوصا للمشارقة كلها تنتهي في المدرسة المصرية، حتى أهل الشام أسانيدهم تنتهي عند المصريين. لكن لما تأتي حتى تتحدث عن فروقات، فهي في الحقيقة فروقات أدائية. مثلا تتكلم عن الإشمام في قيلة، فتجد أن أهل الشام يأخذون بما يسمى بالشيوع، بينما المصريين يأخذون بالإفراز. إذا جئنا نتكلم عن الإخفاء أو ما يسمى بالإقلاب، الإخفاء الشفوي والإقلاب عند الباء والميم من بعد، نجد أن أهل الشام يأخذون بالإطباق التام، وأهل المغرب يأخذون كذلك به، وأهل العراق أيضا. قرأنا على أشياخ العراق مثل الشيخ إبراهيم مشهداني، جاءنا في المدينة مرات والتقينا به وجلسنا بين يديه. تجد أنهم يختلفون في الاختيار، فأهل المدرسة السعودية في الإقراء يمثلها شيخنا الأخضر والحذيفي وتلاميذهم، تجد أنهم يأخذون بما يسمى بمذهب الإطباق الضعيف أو اللطيف أو الفرجة من بعد، بينما الشاميين والمغاربة وأهل العراق يأخذون بالإطباق التام. هذا فيما يتعلق بالمسائل الأدائية التي تحتمل الاختيار. هناك مسائل مثلا للإدغام، تجد أن الإدغام هناك إدغام ناقص وفي اختلاس، إدغام تام وفي اختلاس، تجد أن بعض المدارس لا تعرف إلا وجها واحدا أصلا، فهو ينكر الوجه الآخر لأنه لم يقرأ به، فيكون الخلاف حصل بين هذه المدارس لأنه لم يقرأ إلا بوجه واحد. وهناك خلافات أخرى تتعلق بتحقيق الحروف وبتنقيتها وبطريقة القراءة وبما يسمى تفسير المعاني وإبرازها، هذه
تعتمد على المشيخة التي تلقيت عنها. فتجد مثلا شيخنا إبراهيم الأخضر هو أكثر شخصية قرآنية اعتنت بالأداء القرآني من جهة إبراز المعاني، فهو يتكلم عن الحرف ويتكلم عن الكلمة ويتكلم عن الجملة والكلمة مع الكلمات، ويتحدث لك عن معنى سبيل. لماذا قال سبيل في سبيل الله ولم يقل طريق الله؟ يقول لأن السين تحمل معنى، وهكذا. هذه أخذها عن أشياخه الشيخ الفتاح القاضي والشيخ عامر الذين كانوا يعتنون بالنطق الصحيح للكلمة، لأنهم يرون أن في النطق الصحيح للكلمة إبراز لمعنى الكلمة. فهذه الفروقات ما يتعلق خارج المسائل التي تحتمل الاختيار، نجد أنها فروقات تتعلق بالمشيخة التي أنت قرأت عليها، وكل مشيخة وما تملك من القوة والمهارة في إظهار شخصية. ولهذا تجد أن كل من قرأ الشيخ إبراهيم الأخضر معروف من طريقة قراءته. في المقابل كل من قرأ على الشيخ خليل القاري وتلاميذه تستطيع أن تقول أنت لك نسب إلى الشيخ خليل، يقول لك والله أنا قرأت على تلميذه. كل واحد منهم له جوانب في شخصيته تجد أنها بطبيعة النفس البشرية. شيخ قرأت السمنودي؟ نعم، شيخ إبراهيم السمنودي. أما السمنودي فذاك حكاية أخرى. السمنودي رحمه الله من كبار، بل هو شيخ الإقراء في زمانه بلا خلاف. قرأ عليه كبار المشايخ الأموات والأحياء. الشيخ السمنودي هو صاحب المؤلفات الكثيرة، ألف أكثر من 40 كتابا كلها نظم، ما يدل على قوته في استحضار هذا العلم الشريف. السمنودي رحمه الله قراءتي عليه لها قصة. طلبت من شيخي الجليل الشيخ عبد الرافع رضوان أن يشفع لي عنده بعد أن ختمت من القراءة على الشيخ عبد الرافع. قرأت القراءات العشر وختمتها عليه، ثم قلت له أريد شفاعتكم. بكل سرور الشيخ كتب خطاب معي وكلم الشيخ السمنودي. ذهبت للشيخ السمنودي وعلى الوقت المحدد في مصر، نعم، في سمنود، وحددت وقت وأخذت إجازة من العمل، ثم ذهبت إليه بالترتيب مع ابنه. أتيت إلى الشيخ وهو كان طبعا كبير في سن التسعين، في التسعينات، وعلى هذا الترتيب المسبق. دخلت عليه وكان موعوكا، فقال ابنه هذا عبد الله الجار الله جاي من المدينة، قال لا أنا لا أقبل أحد. قال لي يا بابا هذا جاء من طرف الشيخ عبد الرافع رضوان. قالوا وماله؟ ما رفض. فطبعا ولده أحرج جدا، سلمت على الشيخ وغادرت بعد ما انتهينا. هذا سنة كم شيخ؟ 2003 أو 2002 يمكن، أو حتى لا قبلها، يعني 2001. فغادرت بيت الشيخ ورجعت إلى الفندق وأنا حزين لأني لم أحصل على هذا الشرف. هذا الرجل الشيخ السمنودي كنت في دعائي سنوات كثيرة، وفي الحج وفي العمرة في المواقع الضخمة التي هي كما يقولون تقضى فيها الحاجات الكبار. كان السلف إذا أراد حاجة كبيرة من الله قال موعدنا الحج والعمرة، لأنها مواطن الدعاء التي لا يرد فيها دعوة. فكنت أنا أفعل ذلك، وكنت أقول وقلت هذا في أكثر من مرة، أقول اللهم اقذف حبي في قلبه. وأنا لم أرى السمنودي ولا أعرف إلا بس أسمع عن سيرته، عن فخامته، عن أمانته من شيخنا عبد الرافع. كان أميز ما يميز السمنودي أنه أمين على العلم، وأنه ربما طرح المسألة على الطلاب ويكتشف الخطأ فيأتي بكرة يقول لي كتبناه أمس غلط اشطبوه واكتبوه. فواحد من الطلاب خرج وقال ما تحضر زي الناس يا مولانا الشيخ. فطبعا هو كان لا يرى، فقال مين اللي قال هذه العبارة؟ فلم يتحدث أحد.
فقال عبارته التي نحفظها، قال: يا بني أنت عاوزني أدخل جهنم علشان ما انحرجش أمامكم؟ هذا العلم أمانة وهذا العلم دين، كلما أخطأنا سنشطب ونعيد ونعيد حتى نقول ما نراه صواب في هذا في ما يتعلق بالقرآن الكريم. فكان أمنية لي أن أرى هذا الشيخ، كنت أدعو هذه الدعوة، هذه الدعوة، وذهبت وكنت أظنها أجيبت لما وافق، ثم بعد ذلك كان رده بالاعتذار. رجعت إلى الفندق وكنت حزين، والحقيقة بكيت بكاء مر، بكاء على فوات الشرف وليس على ما حصل من الرد. ثم الله عز وجل أعطاني في نفسي أن هذا الشيخ كبير وما يقدر، ما لا يستطيع، ماذا تريد؟ هو لم يقصر مع القرآن ولا مع طلاب القرآن، لكن أنت قدرك أنك جئت في وقت ولا يستطيع. فنزلت كالسكينة في نفسي، صليت في تلك الليلة أذكر ركعتين، ثم سألت الله عز وجل أن يجبر يعني هذه المصيبة، رأيتها مصيبة، وأني أنزل علي ما يفرحني ويسرني ويذهب، لأني أنا أخذت إجازة 3 شهور جاي يعني وأنا مليان أني سأحصل ما أريد. أبلغت الفندق أني مغادر، ترجع أرجع خلاص ما حصل. قالوا ما في مانع. الصباح أراد، قلت لا، أروح سلم على الشيخ وودعه حتى لا تكون يعني هو زعلان وانت زعلان، وحتى تثبت فعلا انك راضي بما قدر الله لك، انت بدأت كل ما يمكن من الاسباب والله عز وجل هو الموفق. فعلا جلست ذاك اليوم وذهبت لي بعد المغرب وسلمت عليه وحبيت راس وساكت. اردت ان امشي، قلت له طبعا قلت له سماحة الشيخ سواء وافقتم أم لم تو لا زال مكانكم في قلبي ومحبتكم إلى آخره، ثم ودعته. هو لا يرى كما ذكرت يعني كفيف البصر، وأنا كنت قايم أريد أن أغادر، التفت علي فقال: أنت طبيب؟ قلت نعم. قال ولده: إيه ويا بابا هو دكتور. فابتسم ثم قال لي: اقرأ على بركة الله. الله، أنا في الحقيقة دخت، فشعرت بعدم التوازن، أن يأتيك الخبر اللي أنت تريده في لحظة أنت تقرر، يعني وصلت إلى حد المنع، ثم يأتي نفس الخبر اللي أنت يأتيك في هذه اللحظة اللي أنت تغادر حتى تمشي يحصل الإجاب. طبعا جلست ودخت دوخة فعلا مرضية يعني. ثم بدأت أقرأ، بدأت العلاقة بالشيخ من تلك اللحظة إلى أن مات رحمه الله. وهنا قلت لك أني أنا ذهبت بنية أن الدعوة قد أجيبت، عرفت أن الله عز وجل عند المنكسرين، وهو يريد أن يرى منك ذلك الانكسار في تلك الليلة، وإلا فقد الدعوة قد أجيبت. والدليل ما حصل من المحبة الشديدة الشديدة جدا في قلب الشيخ لي، والعكس أكثر، حتى أني كنت أسافر في الشهر مرتين 3 مرات وانقطعت عنه مرة شهرا، فصار يسأل كل من يأتيه من السعودية: تعرف عبد الله جار الله؟ ألين طاح يعني أخبرني أحد المشايخ، قال: الشيخ أول ما سألني عنك، وهو طيب السعودية كلها تعرف عبد الله جار الله. وحصلت محبة شديدة، طلب الشيخ صورة لي وضعها في صدر البيت، فاجأني بها إلى الآن موجودة الحمد لله من فضل الله عز وجل، أن أعطانا الفرصة أن نقوم بصفر بالمية من حق الشيخ في إظهار الوفاء والإجلال والتكريم له. ثم بعد ذلك ما أخذته على نفسي هدفا استراتيجيا الحمد لله نقوم به الآن على مستوى المقالة القرآنية وعلى مستوى حلقاتنا في التدريس، نشر علوم الشيخ، طبعنا الآن متن
التحفة السمنودية محققا على أعلى ما يمكن برعاية كريمة من صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الذي تكرم برعاية مطبوعات المقارير القرآنية. الحمد لله نحن الآن عندنا في كل المعمورة طلاب في كل بلد يحفظون هذا المتن حفظا متقنا، وكله بفضل الله ثم بفضل منهجية المقالة التي تقوم على حفظ هذا المتن. الآن فيه شروح للمتن، الآن صار فيه ناس، صار فيه نشر لمنظومات الأخرى. كل هذا وفاء وعرفان لهذا الشيخ الجليل الذي كان أمينا على القرآن الكريم. بعد هذه التطوافة دكتور مع هؤلاء الأشياخ الكبار، عزمت على أن ترد شيء من الوفاء، أن توثق تراجم لهؤلاء في كتاب يبدو لي. حدثني عن الفكرة، كيف بدأت وما هي أصداء هذا الكتاب يعني كأثر؟ صحيح، مسألة تراجم القراء الكبار الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا أغلى ما يملكون من الوقت والجهد والصحة والمال، الترجمة لهؤلاء كانت هدف أيضا استراتيجي في مسيرتي وعلاقتي مع القرآن الكريم. بدأت بالأشياخ الذين لقيتهم وأفدت منهم لأني أعرف جميع أحوالهم، فكتبنا في هذه التراجم. لم يكن الهدف تناول المحاور المعروفة والتي تعود عليها الناس من الولادة والمنشأ وإنما كان الهدف عرض هذه الشخصية بشكل يثير مكامن الرغبة في معرفة معلومات أكثر عن شخصية كل شيخ وإمام من هؤلاء الأئمة. فنتناول جانب التربية، جانب التزكية، الجانب العبادي في حياته، جانب البذل والسخاء، جانب علاقته مع أهله، علاقته مع أولاده، كيف يعامل تلاميذه. هذه كلها محاور مهمة جدا نريد منها أن نبين هذه الشخصية العظيمة التي ظهرت عظمتها في جانب الرواية، لكن هناك جانب عظيم أيضا يتعلق بالجوانب الأخرى ويحتاجه المقرئون والمعلمون ويحتاجه الطلاب. فكان هذا هو الهدف من الترجمة لهم بالعنوان الكبير اللي هو الوفاء والإجلال والتكريم. بدأت الفكرة بالشيخ السمنودي رحمه الله، ولا أنسى هو لا يحتاج إلى من الشيخ إبراهيم السمنودي لا يحتاج إلى دعاية إعلامية ولا يحتاج إلى مثلي حتى يسوق له بين الناس. فقد نشر الله اسمه في العالمين، سواء من جهة روايته حيث قرأ عليه الكبار، قرأ عليه من الأحياء الشيخ الزعبي والشيخ أيمن سويد والشيخ عبد الرافع رضوان، أكبر الناس في الدنيا. لكنه لما وجد لمسة الوفاء في الترجمة أحضرت هذه المجلة وأعطيته إياها، ولا يرى كان يتحسسها تحسس. كتبت هذه في حياته يا شيخ؟ في حياته. وقرأتها عليه، فيعني سرور الفرحة بالوفاء، ليس الفرحة بالمحتوى. ثم وهذه ربما أول مرة أذكرها، هل تعلم أنه أخذ هذه المجلة وطول حياته إلى الآن جعلها تحت رأسه تحت مخدته من حبه وفرحته؟ ثم بعد ذلك تحولت هذه المجلة إلى ترجمة في كتاب كتبته في سيرته واطلع عليه في حياته، وطبع الكتاب أكثر من مرة. كانت التراجم الأخرى لشيخنا أبو الحسن الكردي وثم الشيخ إبراهيم الأخضر وهكذا كل المشايخ الذين أفدنا منهم كتبت تراجمهم بهذا الفكر وبهذه المنهجية. كان هناك كتابة لمشايخ مشايخي بطلب من مشايخي، فكتبت ترجمة للشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ عامر وبما نعرف وبما نقلنا من تلاميذهم. إيش سمعت الكتاب شيخ؟ هو في الحقيقة فيه نشرت في مجلة
مجلة ضياء تصدر عن جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الزلفي، ثم بعد ذلك كانت فكرة نشر تراجم لمجموعة اخترتها أكثر من 40 شخصية سميتها قراء العصر سير وعبر، لم تكن بالتوسع المذكور وإنما كانت باختيار أميز ما تتميز به هذه الشخصية من حياته إلى مماته من كل البلاد، من باكستان، من الهند، من البلاد العربية وهكذا. الآن هناك كتاب سيطبع يحوي التراجم المفصلة والمطولة بنفس المسمى قراء العصر، ويضم مجموعة من الأشياخ من المغرب، من تونس، من على التفصيل. فلهذا نحن عندنا كتابين، كتاب قراء العصر المختصر يحوي 40 شخصية، ويحوي أيضا بالمناسبة 3 مقرئات من النخب الذين كلهم الآن في عداد الأموات، الله رحم الله جميع من يخدم هذا القرآن العظيم من الأموات ومن الأحياء. ثم الكتاب الآخر اللي هو تراجم مطولة لشخصيات اخترناها يتحدث عن تفاصيل حياتهم بالتفصيل الذي ذكرته آنف. جميل. قرأت على مقرئات؟ التقيت بمقرئات مثل الشيخ نفيسة رحمه الله. نفيسة هذه قرأت على الشيخ حنفي السقا، الشيخة تناظر الجولي، تناظر الجولي هذه كانت رفيقة الشيخ السمنودي في أو قرينة الشيخ السمنودي في القراءة على الشيخ عبد الجواد، سيد عبد الجواد هذا شيخهم الأول، وكان الشيخ السمنودي سألته عنها يثني عليها. وهذه المرأة رحمه الله توفيت، اسكندرانية هي لا سمنودية، سمنودية. هذه المرأة التقيت ذهبت لزيارتها وهي امرأة كفيفة في سن 90، وجلسنا معها وهي في كامل حجابها، في كامل حجابها، وكانت فرحتها لما التقينا بها لا توصف، لأننا جئنا من المدينة بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل إيد النور، إيد النور، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فرحة. وكنت أخذت زمزم وتمر وكذا، ورأيت عندها تجربة عجيبة، رأيت الطلاب تقرأ كل الناس، لم تجعل القرآن حكرا على الذين يبحثون عن الإجازة أو عن الإسناد أو الحفاظ، فرأيت الناس جالسين أطفال وصغار وكبار ورجال يدخلون وكل واحد يقرأ بدوره، اللي ماسك المصحف واللي تعلم كلام الله عز وجل لكل أحد وبلا مقابل ولا تقبل مال. هذه الشيخة تناظر، وقد انتقلت إلى الرفيق الأعلى قريبا. يا سلام، نموذج عظيم الله يسلم. أبدا عظيم، وسيجدونه في القبور ويوم النشور. اللهم طب عليهم. أبغى أتكلم يا شيخ عن متى بدأت بالإقراء، تقرأ الناس، لما انتهيت، في سنة كم صار الإقراء، ولا أنت كنت تقرأ وتقرأ؟ في الحقيقة أنا أخذت بطريقة عدم الدخول في الإقراء حتى أنتهي من تحصيل هذا العلم الشريف، ولهذا أنا شغلت كثيرا وأشغلت نفسي ووقتي وجعلت جهدي كله مصب على الجلوس لهؤلاء العلماء. أنا في مسيرة القرآنية، وأكرر لما أقول أنا لا أتحدث عن نفسي، وإنما أريد بهذا الحديث لعل هناك من يستمع إلى هذا الكلام فينتفع منه انتفاع يفيده في مسيرته القرآنية. فيما يتعلق بمسيرتي القرآنية ولقي المشايخ الكبار، كنت لا أشبع منهم، وخذت على نفسي أن أجلس إليهم جلوس المتعلم بلا حد للانتهاء. يعني لم أقرأ على أحد من هؤلاء المشايخ الكبار في فترة أقل من 4 سنوات، كل واحد منهم جلس معه سنوات. هناك في المقابل من ذهب يقرأ وانتهى في 6 أيام، في 10 أيام، ربما في شهر. طبعا العالم الكبير أنت تحصل منه بقدر ما تجلس إليه، إن جلست مع ساعة تحصل علم أبو ساعة وأبو ساعتين وهكذا، لكن لما تجلس سنوات
إلى العالم، فأنت تحصل منه العلم الكثير. ولهذا لما تنظر في كتب الأولين سواء في سير أعلام النبلاء أو في كتب اللي ذكرتهم الخطيب بغدادي وابن عبد البر وبدر الدين الجماعي، يذكرون لك أخبار الأئمة الكبار وأنهم كانوا يجلسون إلى مشايخهم 20 سنة و30 سنة و40 سنة، وهذا الجلوس جلوس يدل على أن الصحبة والتلمذة على المشايخ ليس لها وقت تنتهي عنده، فأنت تجلس إليهم تتلقى عنهم. ربما يأتي وقت تجد كما فعل الإمام مالك، قال لم أجلس للتعليم حتى شهد لي 70 من التابعين، وكان يسأل في المسألة الواحدة مجموعة من الصحابة. فلكن أخذت على نفسي أن أفرغ جهدي وقوتي مع هؤلاء المشايخ، لأن كان فيها رحلة وفيها ذهاب وفيها أياب. بعد أن انتهيت من هذه الرحلة بدأت في الإقراء والتعليم، لعل هذا المكان يعني ربما يكون بدايتي عام 1000. طبعا كنا نقرأ وندرس لكن ليس على وجه الجلوس والتفرغ. عام 1420 21 في هذا الحدود، المسجد النبوي. المسجد النبوي، المسجد النبوي في الحقيقة من عام 1418 في نفس المكان اللي احنا فيه. من أبرز أول ختمة شيخ، أول طالب ختم عندك، هل يحضرك؟ والله أنا ليس لي عناية ب توثيق تواريخ كما جرت عادة المشايخ. بعض المشايخ لا يعتنون بتوثيق والتسجيل في البداية، فلهذا يعني أنا لا أذكر صراحة أول من ختم. من أوائل؟ من أوائل طبعا، ما هو من أوائل، لكنه لفضله وشهرته يذكر الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. والشيخ ياسر طبعا جلس 6 سنوات أو أكثر وهو في رحلة متكررة إلى المدينة حتى أتم هذه الختمة. طبعا كان الشيخ محمد خليل القاري رحمه الله، لكنه لم يكمل، وصل ربما إلى سورة الأنفال أو إلى سورة يونس. هناك طلاب من كل مكان قرأوا وختموا، تركي دكتور تركي بن عبد الله السبيعي هذا من أوائل من ختم في القراءات العشر، وهو من أنجب الطلاب الذين قرأوا علي من جهة الرواية ومن جهة الدراية ومن جهة السيرة خلال 10 سنوات جلس فيها، حتى الناس يظنون أنه ابني لشدة صحبته لي. ما هو الشعور الذي ينتابك حينما لحظة ختم القرآن لأحد طلابك؟ في الحقيقة شعور الفرحة بفضل الله عز وجل، هذه الفرحة التي أمرنا الله أن نفعلها كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال المفسرون: فضل الله ورحمته، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وهناك من قال فضل الله ورحمته القرآن. فهذا الشعور هو الذي يكون موجود لحظة ختم القرآن الكريم. ثم إن الختمات التي تكون عندنا في مقارئنا وفي حلقاتنا هي ختمات تأخذ وقتها من العناية والرعاية والتسديد والتحقيق، فتجد أن الختمة بعد كل هذه المسيرة يكون لها وقع في نفس الطالب وفي نفس المقري. الحمد لله الطلاب الخاتمين في المقارئ القرآنية دائما يمارسون، هم يقرؤون ويتعلمون في نفس الوقت، هم يعلمون ويقرؤون في الطلاب الموجودين في الحلقة، فتجد أن لحظة الختم هي لحظة الفرحة التي حثنا وأمرنا بها القرآن الكريم. يا سلام. ما قصة الشاب عبد الله الأمريكي؟ عبد الله محي الدين هو شاب أمريكي جاء مع أسرته إلى المدينة المنورة، والده أستاذ في جامعة طيبة،
وأمه استشارية في أمراض القلب، جاءوا إلى المدينة بنية المجاورة، وتركوا خلفهم منصبا ومكانة ومالا من أجل الاستقرار والقرار في المدينة المنورة. لما قدموا إلى المدينة كان عبد الله صغير السن، أم عبد الله كانت لها عناية بحفظ القرآن الكريم، وهي علمت أن تحفيظ أبنائها القرآن الكريم هو أفضل ما يمكن أن يكون في مسيرة التربية والتعليم، فاجتهدت في هذا الطريق تحفيظ القرآن الكريم، وحصل لها التوفيق في هذا الطريق، فحفظ عبد الله القرآن الكريم وحفظت بناتها. هي عندها 5 أولاد، 3 بنات وولدين. البنات وعبد الله حفظوا في حياتها. عبد الله حفظ القرآن الكريم وكان صغيرا في السن، في سن 10، أرسلته إلى المقارئ القرآنية في المسجد النبوي عندنا في حلقة الإقراء. لما أحضره أحد الإخوة وقال: هذا عبد الله أتم الختم ويريد أن يقرأ عليك، وأمه تريد أن ينضم إلى الحلقة. اعتذرت منه لصغر سنه ولأن الحلقة مزدحمة بالطلاب. عبد الله أصبح يأتي كل يوم، والمشكلة أنه كان يجلس أمامي ويأتي بعد صلاة العصر والحلقة بعد المغرب، فكان ينتظر الحلقة إلى أن يحل موعدها، ثم يجلس في مكان لا يمكن إلا أن يكون نظري إليه، فأنا أنظر إليه وهو لا يقرأ، ولم نسمح له بالقراءة. قلت له مرة، جلس شهر شهرين، قلت له: لن تقرأ، لأن هذه الحلقة مخصصة لمجموعة من الطلاب نحن نختارهم. قال: أنا لا أريد أن أقرأ، لكني أريد أن أحضر، هل ممنوع أن أحضر وأستمع القرآن الكريم؟ قلت له: لا. جلس على هذه الطريقة أشهر. في مرة من المرات أخذت إجازة وسافرت، وجدت عبد الله بعد ذا سافرت عبد الله أخبروني الذين كانوا يجلسون في مكان الحلقة أنه كل يوم يأتي في مكان الحلقة، أخبروه أن الشيخ مسافر، وقالوا له: ربما يأتي بعد شهر، فأنت لا تكلف نفسك. فقال: سأظل آتي إلى هذا المكان وآتي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. رأيت في هذه الكلمة، لا، أخبروك أن أخبروني بهذا الكلام، فرأيت أن في كلامه هذا استجلاب للنصرة من الله تعالى في محاولاته المتكررة في هذا الطريق. ونحن نعلم علم اليقين، وكما ذكرت في بعض هذه الحلقة، أن من يسأل الله التوفيق والإعانة في طريق القرآن ويكون بنية خالصة فإنه يحقق المراد. أنا لم أكن أعلم عن هذه التفاصيل، جئت بعد السفر، في العادة أخبر الطلاب أني موجود اليوم، لم أخبرهم في ذلك اليوم، ذهبت قلت: الموجود يقرأ، وإذا لم يجد أحد نجلس في الحرم. فأتيت إلى الحلقة فلم أجد أحد إلا عبد الله، وجدته جالس وأنا جالس، فقلت في نفسي: وجبت ولا عذر. قلت له: تعال تبدأ تقرأ. أخبروني بالقصة بعد ذلك. طبعا بدأ يقرأ، كان مستوى ضعيف جدا، لكن وجدت في نفسي محبة له لا أدري ما سببها، فعرفت بعد ما سمعت ما كان قاله من الكلام أنه كما ذكرت قد استجلب النصر من الله في هذه المحاولات، وأن الله قد استجاب دعاه، فصار هذا الشاب أو هذا الطفل الذي قد منع من القراءة صار الآن محل الاحترام والتقدير، مع أنه مستواه لا زال ضعيف، لكن أحسست بنفسي أني مسؤول عنه، لا أدري ما هو السبب، لكن بعد ذلك عرفت أن السبب كما قالوا قال: قلب من أعرضت عنه، أو قلب من ذهبت إليه في يد من أعرضت عنه.
فالله عز وجل هو اللي يملك القلوب، فيجعلك تحب ويجعلك تكره. دخل في نظام الحلقة وبدأ يقرأ، بدأ يتحسن تحسن ملحوظ. مرة غاب عن الحلقة واختفى 5 أيام، سألنا عنه ما في خبر. لما جاء بعد 5 أيام سألته أين كنت، قال ماتت أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون، لماذا لم تخبرنا؟ قال والله لا أدري. لكن في الحقيقة مجموعة من الدروس، أهمها أنه لم يتوقف عن القرآن الكريم، وأنه مع هذه المصيبة الكبيرة التي حلت به، ومع وفاة أمه التي كانت هي السند، وهي الذي يقف خلف كل إنجازاته القرآنية، اختفت من المشهد فجأة. ثم إن عبد الله هو أكبر الأولاد، فكيف سيتعامل مع الموقف؟ كان تعامل مع الموقف عجيب. أولا أنه لم ينقطع عن الدرس، جاء فورا. سألت والده، زارني والده، سألته عن وفاة أمي، قال ماتت أم عبد الله، كانت مريضة مرض مفاجئ وبشكل تدريجي حتى حانت ساعة الوفاة. والعجيب أنها دعت أولادها قبل الوفاة وقالت لهم أنا الآن أغادر وأموت، أوصيكم بالقرآن، إذا تريدون الفلاح فهو في القرآن، وإذا تريدون التوفيق فهو في القرآن، وإذا تريدون فرحتي وسعادتي فامشوا في طريق القرآن. قبلتهم واحد واحد ثم ماتت. قال والده جلست أبكي كالطفل حزنا على وفاتها، كان يحبها جدا. قال وعبد الله يمسك يضمني إلى صدره الطفل ويقبل رأسه ويقول يا والدي اتق الله، ألا تقرأ كلام الله والذين إذا أصابتهم مصيبة؟ قال أنا الطفل وهو الرجل الكبير، كان المفروض العكس ولكن التثبيت حصل منه. فعرفنا أن القرآن الذي يحمله في صدره هو الذي أعطاه هذه القوة وهذا الثبات في مثل هذا الموقف الذي لم يتحمله الرجال الكبار. وهذا القرآن هو الذي جعله يعود مرة أخرى إلى الحلقة، وهذا القرآن هو الذي جعله يتولى المسؤولية. عرفنا بعد ذلك أنه كان هو الذي يساعد أخوانه ويساعدهم ويرعاهم، وربما يأتي بالأكل لهم. لا يمكن أن يتحمل إنسان هذه الأعباء وهذه التكاليف النفسية القلبية والمادية إلا بثبات القرآن. ومن هنا نقول أن القرآن هو الصديق الوفي الذي لا يتخلى عنك في كل لحظة، ليس في كل وقت، في كل لحظة، بشرط أن تكون معه وفاء بوفاء. ونعني بوفائك مع القرآن أن تكون نيتك صحيحة وأن تعمل بهذا القرآن. عبد الله أكمل المسيرة، يتيم لا أحد يرعاه في البيت، ومع ذلك مواظب على الحلقة، يأتي في الوقت. ونلاحظ مظاهر فقدان الأم في الثوب اللي يحتاج، في الشماغ اللي مرة يجي ومرة ما يجي، في طريقة اللبس، في، لكن كان القرآن يجمله في كل هذه الأحوال. مرة جاءني قال رأيت أمي في المنام، وأني سألتها أين أنت؟ قالت أنا في الجنة، ونحن في الجنة رأينا منازل كبيرة وفخمة كقصور، كالذي يسكن في بيت وينظر لقصور أهل الدنيا. وسألنا لمن هذه القصور، فقالوا لأبنائكم الذين يحفظون القرآن إذا عملوا به. يا عبد الله إذا تريد سعادتي أنا رأيت الحقيقة، هي تقول له أنا رأيت الحقيقة، the truth حتى بالإنجليزي، إذا أنت تريد سعادتي وسعادة نفسك فامشي في طريق القرآن. ولهذا من أعجب القصص قصة عبد الله في كل تفاصيلها. ومن هذا العجب
أن نرى إنسان يعمل في الدنيا حتى يسعد أمه في قبرها. جرت العادة أن الإنسان ينسون الأموات وإن ذكرهم يذكرهم بالدعاء، لكن أن أجعل عملي اليومي حتى أدخل السعادة على أمي في قبرها، هذا عجب. وهي بالحقيقة بركة هذا القرآن، أدركت هذه الأم المربية التي خرجت الأمة مثل هذا القارئ المتقن الذي خلال الشهرين الماضيين أسلم على يده 3 أو 4 وأرسل لي صور إسلامهم. هذه الأم أدركتها بركة القرآن وهي في قبرها بأن سخر الله لها ابنا ليس فقط يستغفر الله ويدعو، وإنما يكون هدف من أهدافه اليومية أن يسعدها. كما أن بركة القرآن أدركت هذا الشاب وصلحت حاله وسعادت قلبه وتحسنت أموره، وكأنه يعيش مع أمه. في الحقيقة أمه إذا احتاج إلى رأيها تأتيه في المنام. الله عز وجل جبر خاطر هذا الشاب بحيث أنه كأنه لم يفقد أمه، فإذا جاء بالرأي المهم تأتي وتشير عليه وربما اقترحت عليه. استمر عبد الله في هذه المسيرة تحفه بركات القرآن ويناله جلال القرآن ومكاسب القرآن، هذه المكاسب الفخمة والضخمة التي إلى هذه اللحظة وهي تعمرنا جميعا. تخرج، قرأ ختمة ثم ختم ختمة ثانية ما شاء الله. ثم بدأ يسجل في المقالة القرآنية ختمة، حتى قال عن الشيخ الأخضر: لا أعرف أحد أحسن أداء من هذا الشاب عبد الله محي الدين. هذه قصة عبد الله. يا سلام، رائع. الإقراء في المسجد النبوي نعمة عظيمة يا شيخ عبد الله. ما هو شعورك أن تقرأ الناس في المسجد النبوي على مقربة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الناس يعني أكيد جالس تقرأ وتشوف الناس يمرون، اللي يمر واللي طالع، ومشهد من أعظم ومن أجمل مشاهد الدنيا. ماذا تقرأ في 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 هذا المشهد يا شيخ عبد الله؟ المسجد النبوي يختلف عن غيره من المساجد، وإن كانت كلها بيوت لله عز وجل، لكن المسجد النبوي كما تعلم قد جاء فيه الخبر الصحيح أن من أتى مسجدي هذا يتعلم أو يعلم، يريد خيرا يتعلمه أو يعلمه، فله الأجر والثواب الكثير. فورد النص بأفضلية وفضل المسجد النبوي لطالب العلم ومعلم العلم، فهو يتفوق ويتميز بهذا الوعيد وهذا الجزاء الصحيح الذي وردت به السنة الصحيحة. ثم بعد ذلك المسجد الشريف كما تعلم هو المكان الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم وتخرجوا على يديه، ثم بعد ذلك مكان من الصحابة من التعليم والتدريس، ثم جاءت السلف والتابعين ومن بعدهم. المسجد كان مكانا للإقراء والتعليم، إذا كنا نتحدث عن تعليم القرآن الكريم، حيث كان أبي بن كعب، كان عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات الصحابة وكبارهم يقرأ على أبي بن كعب القرآن الكريم، وكان ابن عباس حبر الأمة يقرأ على أبي رضي الله عنهم أجمعين. وكان أيضا كما ذكر البخاري في صحيحه كان حكيم الحزام من كبار من سادات قريش، ولد في جوف الكعبة، وهو عمته خديجة أم المؤمنين، وكان من وجهاء أهل مكة، وهو كما قالوا دخل بيت الندوة الذي كان لا يدخله إلا الكبار في قريش وعمره 15 سنة. هذا الرجل الصحابي الجليل كان يقرأ على معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان شابا ومعروف من فقهاء الصحابة، فكانوا يقولون لحكيم: كيف تقرأ على هذا الفتى؟ قال: ما أهلكنا إلا الكبر. فالمسجد النبوي كان المكان الذي حوى كل هذه الأحداث وهذه القصص من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر. نحن نمشي على خطى السابقين والسالفين في الحصول على هذا الشرف العظيم، نستحضر في
في مجالسنا ما ذكرت من هذه المكانة وهذا الإجلال وعبق التاريخ من هذه السلسلة الشريفة من التعليم والتدريس، المسؤولية الكبيرة في أن هذه المجالس يريدها الناس من كل مكان، فهم يستمعون إليك، ربما يستفيدون من كلمة، ربما حكمة، ربما آية، ربما موعظة. فلا شك أن التدريس فيه مسؤولية كبيرة لما ذكرت، وهي أيضا شرف كبير لما فيه من الجوار والمجاورة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصحيحة ويرزقنا حسن الأدب مع هذه مع هذا المكان الشريف. آمين آمين. دكتور، هل حصل لك موقف أنك طلب منك أثناء وأنت في المستشفى تمارس مهنة الطب، طلب منك يقرأ عليك أحد مثلا، أو حتى لو الفاتحة مثلا أو شيء؟ طبعا في مجال التخصص تجد أن هناك من يأتي سواء من الزملاء أو من الذين يأتون من الزوار لما يعلمون عني هذا التخصص في القرآن الكريم، إذا حصلت فرصة يقول ممكن أقرأ سورة الفاتحة. والأعجب من ذلك أن وجدت أن بعض المرضى يطلب القراءة لما يعلم أنك هو يأتي كمريض ثم يعرف أن عندك ما يتعلق بالقرآن فيطلب منك القراءة. شيخ، أنت كملت الماجستير والدكتوراه، وهذه يعني مرحلة أخرى، كيف كانت مرحلة إكمال الدراسات العليا؟ ما يتعلق بالدراسات الشرعية، لما كانت هذه الرحلة المباركة، الرحلة القرآنية التي إلى المدينة وإلى مصر والشام وتفاصيل هذه الرحلات، رأيت أني أحتاج أن يكون هناك عناية بجانب الدراية. وجانب الدراية أخذناه في مجالس الرواية مع المشايخ الكبار، لكن وجدت أني أحتاج إلى التحصيل الأكثر. فوجدت أن الفرصة مع الظروف التي أعيشها أن ألتحق بالدراسة النظامية. سجلت في جامعة الإمام في كلية صول الدين قسم القرآن وعلومه، درست 4 سنوات وتخرجت، وكنا الحمد لله في تفوق، أخذت المرتبة الأولى على المنتظمين المنتسبين، لأني كنت أبحث عن المعلومة وأبحث عن التزود. أما الدكتوراه فقد حصلناها أصلا، فما كان في دافع إلا تحصيل مزيد من العلم. ثم بعد ذلك في مرحلة الدراسات العليا أيضا جعلت الدراسات العليا وسيلة لتكميل ما عندي من النقص، فقدمت على جامعة الإمام وعلى الجامعة الإسلامية. كنت أريد الجامعة الإسلامية باعتبار القراءات، لكن لم أكن يعني أضمن القبول هناك، فقدمت في الجامعتين، جاءني قبول جامعة الإمام، ثم بعد ذلك جاءني قبول جامعة الإسلامية، فأخذت الجامعة الإسلامية. التحقت في مرحلة الماجستير، ثم في مرحلة الماجستير بحثت عن موضوع وسألت المتخصصين، فاقترح علي شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري موضوع كتاب اسمه تحرير النشر، وقال ترى هذا الكتاب يحتاج واحد ذكي ونشيط وألمعي. وقلت احنا قدها ان شاء الله. اي نعم. نحن على خطاكم يا شيخنا. قال فعلا الحمد لله حققناه انا وزميلي الدكتور باسم بن حمدي السيد، الان عميد كلية القرآن. بعد ذلك جاءت مرحلة الدكتوراه، وايضا نفس كانت منهجيتي ان اخذ موضوع يكمل النقص. سألت، فكان سؤالي لشيخنا المحقق الشيخ محمد تميم الزعبي عن موضوع بهذه المواصفات، فاقترح عليه موضوع غنية الطلبة بشرح الطيبة. هذا الكتاب لا يعرفه أحد إلا المحققين الكبار مثل الشيخ الزعبي والشيخ أيمن والدكتور سالم الجكني ومجموعة يعرفون هذا الكتاب، لكن اقترحه علي ودلني عليه. والحقيقة أن اقتراح الشيخنا الكبير ودلالته كانت فتحا كبيرا في مجال الدراية، لأني وجدت في هذا الكتاب كل ما أريد. يا سلام. في كل العلوم التي تتعلق بالقراءات أخذت هذا الموضوع، وكان يحمل
أكثر من 350 لوحة. تم رفع الموضوع للدراسات العليا وتوزيعه على 3 طلاب معي، كنا 4. القسم القراءات اعتذر عن قبول الموضوع لأنها نسخة فريدة. زملائي الآخرين انسحبوا من المشروع، أنا كنت مصر عليه لأني قرأته ورأيت فيه فخامة وجزالة. قدمت لعميد الكلية اعتراض على عدم القبول، أحال الموضوع إلى الجهة المتخصصة، إلى قسم القراءات. قسم القراءات استجاب مشكورا، كلف لجنة تنظر في الموضوع. اللجنة طلبت مني مسوغات، كتبت أكثر من 40 مسوغ. فكان الشيخ الله يذكره بالخير، شيخنا الشيخ أحمد المغربي، يقول كل واحد منهم كافي لقبول. وسبحان الله تحقق ما كان، أصبح هذا الكتاب هو أحسن شرح لمتن الطيبة على الإطلاق. يا سلام. سواء من الشروح السابقة أو لأنه أفاد مما قبله. والحمد لله أكملت، أخذت الموضوع لوحدي. رفضت عمادة الدراسات العليا، قالوا هذا مشروع كبير. جاءني مناصحات من أساتذتي ومن أنه ترى ربما يطوى قيدك. قلت أنا لا أبحث إلا عن، لكني أشعر في نفسي أني بإذن الله قادر على إتمام المشروع. أذكر بالمناسبة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي عميد الدراسات العليا، والذي ربما يكون قد نسي هذا الموقف أو نسيني أنا، لكني أنا لا أنساه وأدعو له وأشكره وأثني عليه، حيث أنه كان هو السبب في قبول الموضوع في الدراسات العليا. اتصل علي وقال يا دكتور عبد الله، موضوع كبير جدا وأنت طبيب، وطبيب يعني متخصص على مستوى عالي، فوقتك كله، هل أنت واثق أنك تستطيع؟ قلت نعم واثق بإذن الله تعالى وأراه رأي العين. يا سلام. قال على بركة الله، وقع المحضر والحمد لله. طيب أنا أسألك دكتور، كيف استطعت أنك توفق بين الطبيب وتحقيق، يعني مو بحث يعني هو تحقيق؟ والله يعني أنا كما ذكرت لك وأعيد وأزيد أن هذا الموضوع يتعلق بنيتك في البداية. النية هي المطية، وهي مصدر القوة والتوفيق من الله تعالى. قلت لك في البداية أنك كلما كنت بنية صحيحة فإن الله عز وجل يتولى تكميل جهدك البشري، هذا فيما أرى، يتولى تكميل الجهود ويدلك على طريق النجاح ويسوق لك التوفيق والسداد والنجاح سوقا كسوق الحيتان يوم سبتهم شرعا. أنا الآن أريد أن أكرر جلوسي الساعات الطويلة في التحقيق، لا أستطيع الآن، لا أستطيع ولا نص ما كنت أفعل. وحققت هذا الكتاب بفضل الله عز وجل، وبذلت فيه أقصى، لا أذكر أن هناك مسألة تركتها بسبب الوقت، ولا أدعي أي فضل ولا إحسان ولا قوة إلا من الله تعالى، ثم من دعاء الوالدين يرحمهم الله، وما حصل من توجيه أساتذتي الشيخنا الشيخ أحمد المغربي والشيخ أبو الحسن محمد الأمين الشنقيطي، وكانوا كلهم عون بفضل الله تعالى، وشيخنا طبعا محقق الشيخ محمد تميم الزعبي الذي كان يمدني بالمعلومة بالمكتبة بالكتب، لا يتردد في أي سؤال أطرح عليه. فكانت كل هذه سبب في ما حصل من النجاح والتوفيق، والله عز وجل يجازي الجميع الجزاء الأوفى. كم استغرق البحث؟ 5 سنوات. 5 سنوات. انتهيت في آخر يوم، كان 12 شعبان، يعني 13 شعبان يبدأ لازم تطلب تمديد. فلم يحوجني 12 شعبان 1400 1430 وثلاثين. فلم يحوجني الله عز وجل إلى التمديد. ولهذا كانوا يقولون إذا مددت لن تأخذ الشرف الأول أو الشرف الثاني، ما كانت هدف يعني. أحيانا يجيك قطاع طريق يفسدون عليك لذة العلم،
يقترحون عليك قدم طيب اختصر حتى لا تفقد الشرف الأولى والشرف الثانية. قلت لهم أنا ما مش الفرق بين الشرف الأولى والشرف. وناقشت وناقشنا نعم. كيف كانت مناقشة؟ كانت مناقشة لا تنسى، ونشرت يعني خبرا عنها في مجلة الضياء. هذه مناقشة حضرها مشايخي كلهم، الشيخ عبد الحكيم خاطر رحمه الله، الشيخ الحذيفي، الشيخ الأخضر، أول شخصية وصلت إلى قاعة المناقشة قبل بدايتها بساعة الشيخ الأخضر. يا سلام. وجلس في مكان استراتيجي، وحضر والدي رحمه الله، وكانت ليلة بجيء، وحضر الشيخ عبد الرافع رضوان، كل المشايخ والذين استفدت منهم حضروا، كان اجتماع عجيب وبهيج، وأيضا من مجموعة من الأصدقاء والزملاء، وامتلأت القاعة، كانت قاعة بدرج الكبير في جامعة الجامعة الإسلامية. وكان الذي ناقشوني في الرسالة الدكتور محمد فزال العمر ودكتور محمد سيدي الأمين وشيخنا أحمد المغربي، وكان الشيخ باب الطرفة يعني الشيخ محمد فوزان العمر يقول لي أنا أنت جايب مشايخ كبار تخوفنا. قلت والله إذا أنت قوي. قال والله كل ما طاح نظري بنظر الشيخ الأخضر قلت لا يزعل علي خلا مشيك. حتى وكان موقف آخر ظريف حصل من الشيخ محمد سيد الأمين، فهو يريد أن يعني يطرح الطرفة ومداعب. قال أنت رسالتك في 7 مجلدات، وأنا لما حسبت الوقت قلت أقل شيء في كل مجلد نصف ساعة، فيعني هنحصل 7 مجلدات 3 ساعات ونص. الشيخ الحذيفي قال لا يكفي ساعة، يكفي ساعة. فصار مشايخي كلهم يشفعون. الحمد لله، الحمد لله نعم الله. دكتور، من هو مقرئك المفضل الذي تحب أن تستمع إليه دائما؟ القارئ المفضل. القارئ المفضل عفوا. القارئ المفضل عندي هو من يعتني بالقراءة الصحيحة. أنا في الحقيقة أحب سماع ختمات المجمع. نعم. تطربني ختمة شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر، الشيخ محمد أيوب، الشيخ علي الحذيفي. هذه الختمات قام على تحقيقها الكبار، ونحن بحكم ممارستنا للإقراء والتحقيق صارت الأذن لا يعني تريد ما يعني تسر بسماعه. طبعا مقرئين المتقنين كثير ولا نحصيهم، سواء فيما يتعلق بمن يقرأ بالتحقيق أو من يقرأ بأقل من ذلك، لكن أنا لما أسمع ربما أستمع لهذه الختمات، ختمات مجمع الملك فهد، لما فيها من الضبط والإتقان والرعاية، وقام عليها المشايخ مثل الشيخ عامر وزيات إلى آخره. جميل. بحكم إقامتك في المدينة، إذا تحدثني عن الشيخ خليل الرحمن قارئ أو بيت قارئ بشكل عام. شيخ، لقد سألت عن كبير، الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري رحمه الله. الشيخ خليل اسمه خليل الرحمن، حدثني هو بذلك، قال اسمي خليل الرحمن القاري، وأن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله عن اسمه فقال خليل الرحمن، فقال له ابن باز بل أنت خليل بن عبد الرحمن، فكان يسعد بهذه التسمية ويقول أنا خليل بن عبد الرحمن القاري. الشيخ خليل الرحمن أو خليل بن عبد الرحمن القاري هو في الحقيقة مصنع الأئمة، وهو عنوان الأمانة والغيرة والإخلاص مع القرآن الكريم، ويكفيه أنه خامس الخمسة الذين شرفهم الله واصطفاهم في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. الشيخ خليل الرحمن مصنع المخرجات العالية، فمن مخرجات هذا البيت بيت خليل القاري ومدرسته الشيخ محمد أيوب،
حدثني الشيخ محمد أيوب قال دخلت مدرسة الشيخ خليل القاري منذ كان سني 9 سنوات وأنا الآن فوق 60 ولا أزال تلميذا في مدرسته وبين يديه. من المخرجاته العالية ابنه محمد خليل رحمه الله الذي فجعنا بموته ومغادرته سريعا، وهذا القاري محمد خليل القاري في رأيي لم يولد مثله في مدرسته، ولكن الله عز وجل أرحم به منا. من مخرجاته محمود خليل، محمود أجمع الناس على صدارته وإمامته في قراءة المدرسة الحجازية. ومن مخرجاته ابنه أحمد الذي كان يقول هذا أكثر أبنائي شبها بي. تخيل كل هذه المدرسة فخامة ما تجد عليها ضبط وإتقان، وذلك لأن الشيخ نفسه كان يعتني بهم أشد العناية. محمد خليل القاري قرأ على أبيه 10 ختمات ولم يمنحه الإجازة إلا قريبا، ومحمد أيوب قرأ على الشيخ ختمات كثيرة وما منحه الإجازة كما تعلم إلا قريبا قبل 10 سنين، وقرأ عليه عثمان الدكتور عثمان صديقي وما منحه الإجازة إلا بعد 20 سنة. كان يربي هذه المخرجات العالية، يربيها على الأمانة على القرآن وعلى عدم التعلق بهذه الشهادات وهذه الإجازات. ولهذا لما كان الهدف الأسمى هو التعلم القرآن الكريم بالمنهجية التي تليق بجلال وعلم القرآن الكريم، باركهم الله عز وجل كل في مكانه وكل في مقامه، ورحم الله القاري أجمعين الوالد والأبناء، وجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع والدينا ووالديهم وجميع المسلمين. آمين. الطبيب والمقرئ الدكتور عبد الله الجار الله، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن لا يكون آخر لقاء، إن شاء الله يكون معك لقاءات أخرى بإذن الله. أكرر الشكر لك شخصيا، والشكر موصول إلى فريق العمل، والشكر إلى مجموعة آيات وعلى رأسها رئيسها وأمينها الشيخ ناصر القطامي، والشكر من قبل وأثناء ومن بعد لله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، فأنت قادم من المنطقة الشرقية وأنا قادمت من المدينة المنورة، نرجو أن ننال بذلك الأجر والثواب، وأن يكون هذا اللقاء نافعا وأن يطرح له الرضا والقبول.